خد بسرعه نديم سعيد كابتن فريق التضامن. نديم يعني كنتوا ماشيين تقريبا بكل الجيم لكن اخر شيء ما قدرتوا تكملوا سيطره تكملوا تقدمكم بالمباراه وقدر بيبلوس هو اللي يفوز. انتوا رح تقريبا تخلصوا بالمركز السابع وتواجهوا نادي الحكمه الا اذا صار مفاجات باخر مرحله. كيف بتشوف مواجهه البلاي اوف بالنسبه لكم؟ يعني اكيد اول شيء بخصوص هالجيم بيبلوس فريق كبير يعني بدك تضلك ماشي معهم. نحن اخر شيء اشط شوي مستوانا وتقريبا مثل ما انت قلت انه المراكز تحددوا. نحن هول جيمين الجاي بين بيبلوس واليوم وحكمه هي تحضير للبلاي اوف. الحكمه فريق كبير يعني هو مبدئيا مع الحكمه بدنا نشوف الماتش اوبس وهلا عندهم سبنسر يعني بدنا نشتغل منيح والحكمه فريق كبير بدنا نحترمه كثير واللي بيستاهل يربح. بدي اشكرك اكيد بس قبل ما اختم يعني اليوم شفنا الاجانب عندكم ما كانوا بالمستوى المطلوب خاصه روبرتسون شو كان بشي صار لا ما بعرف شو كان بهيو لو كان مستوى المعتاد كانت اكيد جيم غير هيك هذا شيء بس هذا الباسكت يعني فيها ابس اند داونز بدي اشكرك اكيد نديم.